نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. قتل 4 أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف هاون على حي الناعور الشعبي في مدينة إدلب. يأتي ذلك فيما تقدم الجيش السوري في ريف المدينة، وفي حمص استهدف الجيش مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه بناء الأوقاف، كما قتل الجيش أفراد مجموعة أخرى حاولت الاعتداء على قرية عين الدنانير. وفي ريف دمشق استهدف الجيش تجمعات المسلحين في مزارع عالية بمنطقة دومة ودمر مقرات لهم في الحارة الغربية بالزبداني. تصاعد في وتيرة العمليات العسكرية تشهدها ساحات المواجهة قبيل انعقاد مؤتمر جنيف 2، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء جوبر والقابون والمليحة بريف دمشق وسط أنباء تؤكد مقتل عشرات المسلحين. عم بيحاولوا أنهم يهجموا على الحواجز، فعم نتصدى لهم نحن وملاحقين إن شاء الله بكل مكان، بحرستا وجوبر وبعدرا. ونقلت مصادر عسكرية قولها إن قصفا مدفعي استهدف عدة مواقع عسكرية تابعة للمسلحين في الزبداني وتدمير أسلحة وذخيرة في داريا. وتصاعدت حدة المعارك في مخيم اليرموك بعد فشل مساعي التهدئة الأخيرة. وتخلل الهدوء الذي ساد عدة مناطق في الغوطة الغربية لدمشق تسلل مجموعة مسلحة باتجاه بساتين المعظمية، حيث دارت اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري والمسلحين دامت لأكثر من 6 ساعات. تم تسلل مجموعة إرهابية إلى بساتين المعظمية، وطبعا نحن شايفينهم وقمنا بالاشتباكات معهم، وتم القتل عدد من المسلحين وتم مصادرة عدد من الأسلحة تبعهم، وقسم منهم من المسلحين هربوا الى بساتين المعظمي. وطبعا هذا الشيء بيدل على انه هن ما هم ملتزمين بالهدنه. وافاد ناشطون عن مقتل عدد من المسلحين اثناء استهداف الجيش السوري لمواقع ما سمي بجيش الاسلام في القدم، وسط انباء تؤكد سيطره الجيش على اجزاء واسعه من حي برزه الى الشمال من العاصمة دمشق. مع اقتراب انعقاد مؤتمر جنيف 2 تسعى المعارضة المسلحة الى احداث اختراق ميداني من خلال رفع حدة المواجهات العسكرية والسيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية لكسب اوراق تفاوضية، في وقت تمكن فيه الجيش السوري من صد هجوم المسلحين في عدة مناطق، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية لمحاربة الارهاب. مازن سلمو، دمشق. الأطفال يدفعون ثمن حرب الكبار. في سوريا هناك أطفال تم توظيفهم لخدمة أهداف وإيديولوجيات. هناك من حمل السلاح، آخرون تم تدريبهم على تعزيز فكر متطرف من خلال إجبارهم على الخضوع لمدارس شرعية في مناطق تسيطر عليها جماعات إرهابية. أطفال فقدوا زميلا لهم على المقعد الدراسي. تلك الجراح غير المرئية هي الأخطر. لم يعد الأطفال في سوريا هم الحلقة الأضعف، فقد أطلقوا صرخة لوقف الحرب التي يتعرض لها بلدهم، والتي وصلت إلى الاستهداف الممنهج للمدارس عبر فعالية أبعد الحرب عنا. تضمنت معرض رسومات لأطفال المدارس ورسائل وجهوها إلى الجهات المعنية. عصابات المسلحة وصاروا يضربوا على بيتنا، طلعنا بلد ياب هيك. نحن هون جايين لحتى نوصل فكرة شو عم بصير بأطفال سوريا للبلدان وللعالم، شو عم بصير بأطفال سوريا اللي عم نمنعوهم يدرسوا بالمدارس. بوجه الكلام اللي عم بيحاربونا واللي عم بيقتلوا أهلينا واللي عم بيعملوا كل شيء فينا. كان لدينا 3700 مدرسة خرجت من الخدمة، تم ترميم بالتعاون مع السادة المحافظين ووزارة الإدارة المحلية، تم ترميم 600 مدرسة. نصف مليون طفل سوري بلا دراسة الآن، 3000 مدرسة خارج الخدمة التعليمية، وأطفال شهداء. شو دخلوا؟ ما نام فيها ولا شيء. ما عم بقدر نام بالليل، كثير ما خايف. كلها إحصاءات قدمتها جهات حكومية سورية. على المسرح كان هناك عرض توثيقي للمدارس المتضررة، يعرض ألم وأمل أطفال المدارس الذين كانوا ضحايا قذائف الهاون. وبعد أن كان الطفل السوري رقما في معادلات إقليمية ودولية لا يفهمها، أنا صغير مثل صغير للدول.
يتساءل أي مستقبل سيكون عليه بعد كل هذه الانتهاكات بحق الطفولة. الأطفال لم يكونوا بمنأى عما يجري في بلادهم. القرار اليوم كان لهم، ورسالتهم أوقفوا الحرب علينا. دارين فضل، دمشق. أهلا بكم. أعلن اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت عن وفاة السعودي ماجد الماجد زعيم كتائب عبد الله عزام التابعة للقاعدة إثر تدهور حالته الصحية في المستشفى العسكري في بيروت خلال خضوعه للعلاج، وفق بيان عسكري صدر عن الجيش اللبناني. الماجد كان قد تم توقيفه الأسبوع الماضي من قبل الجيش اللبناني بعد عملية أمنية استهدفت موكبه، وكانت كتائب عبد الله عزام التي يتزعمها الماجد قد تبنت الاعتداء على السفارة الإيرانية في بيروت قبل نحو شهرين، كما أن الماجد مطلوب من السلطات الأمريكية واللبنانية والسعودية. ولد ماجد الماجد مطلع أغسطس آب عام 1973 في العاصمة السعودية الرياض. هو زعيم كتائب عبد الله عزام في بلاد الشام التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تبنت سلسلة عمليات إرهابية في لبنان والمنطقة، كان من بينها الاعتداء على السفارة الإيرانية في بيروت، مطلوب لدى عدة دول كالولايات المتحدة والسعودية. كان موجودا على قائمة 85 التي أدرجت فيها المملكة السعودية أخطر المطلوبين بجرم الانتماء إلى تنظيم القاعدة. أوقفه الجيش اللبناني بعد عمليات رصد ومراقبة منذ دخوله لبنان عبر الحدود السورية. مصدر طبي أعلن سابقا أن الماجد كان محتجزا في المستشفى بسبب حالته الصحية الصعبة، إذ كان يعاني فشلا كلويا وخضع بانتظام لعمليات غسل الكلى. مصادر أمنية ذكرت سابقا أن الجيش لم يباشر تحقيقات جدية مع الماجد، وأن مشكلته الصحية تجاوزت قصور الكلى لتنتقل إلى تعطل وظائف أعضاء أخرى في جسمه قبل أن تعلن وفاته. وفي ظل مستجدات ملف الماجد، يتخوف الكثير من تداعيات وفاته على لبنان والمنطقة أمام أعداد هائلة من مناصريه المؤمنين بمشروعه الإرهابي. وفي أول رد فعل على وفاة الماجد، دعا معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان المسؤولين اللبنانيين إلى التنبه والاهتمام ببعاد وفاة الماجد. بدوره قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني منصور حقيقة بور إن طهران تحتفظ بحق الشكوى ضد السعودية في مجلس الأمن بسبب ضلوع أحد مواطنيها ماجد الماجد بتفجير السفارة الإيرانية في بيروت. وفي سوريا، أفاد مراسل الميادين عن وقوع اشتباكات عنيفة بين داعش والجبهة الإسلامية في محيط أعزاز شمال حلب بموازاة مواجهات بين مسلحي التنظيم والجيش الحر في كفر تخاريم بريف إدلب أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض عن مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا من داعش واعتقال أكثر من 100 آخرين خلال الساعات 24 الماضية خلال المعارك مع فصائل معارضة أخرى في منطقة إدلب شمال سوريا. ونعى تنظيم داعش أميره في الأتارب المدعو سيف حشلاف بعد مقتله على أيدي مجموعات من المعارضة. إلى ذلك أعلن الائتلاف المعارض دعمه للجيش الحر في معاركه ضد داعش. معارك عنيفة بين الجيش الحر والدولة الإسلامية في العراق والشام. جبهة ثوار سوريا التابعة للجيش الحر سيطرت على بلدة معرشورين في ريف إدلب بعد طرد مقاتلي داعش. الجيش الحر أعلن السيطرة على مقر داعش في كفرنومة بريف إدلب، فيما اقتحم جبهة ثوار سوريا مقر داعش جنوب كفرنوبل وأسرت عناصره، كما أعلنت السيطرة على مقر داعش في بلدة تلمنس. وفي إدلب أيضا قتل محمد قدور عطوش قائد معركة خان العسل في جبهة النصرة على يد داعش في معارك الأتارب. مصدر عسكري في مدينة إدلب أفاد عن محاصرة عناصر داعش مدينة السراقب أكبر معاقل الجيش الحر في ريف إدلب. المواجهات في ريف حلب أدت إلى انسحاب عناصر داعش من تل رفعت ومارع. الجبهة الإسلامية أمرت جنودها باعتقال عناصر داعش في أرياف حلب. الجبهة طالبت داعش الانسحاب من مدينة الأتارب بعدما سيطرت عليها ودعتها إلى الكف عن قتل المجاهدين، كما جاء في بيان
الجبهة. الشبكات بين داعش والجبهة الإسلامية اتسعت لتصل إلى حلب الشرقية، فشهدت الكلسة والأنصار الخاضعتان لسيطرة المعارضة المسلحة والفصائل الإسلامية المتشددة معركة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وأسر مقاتلين من الطرفين. مراسل الميادين أفاد أن داعش قتلت قائد لواء التوحيد والجهاد ورئيس المجلس العسكري للجيش الحر بالنيابة حافظ الجريان في محيط بلدة تال حميس في محافظة الحسكة. أبحرت السفن الدنماركية والنرويجية باتجاه سوريا لنقل المواد الكيميائية تمهيدا لإبطال مفعولها، وهي تنتظر في المياه الأقليمية إشارة من الأمم المتحدة لدخول المياه الأقليمية السورية. مهمة نقل المواد الكيميائية السورية خارج البلاد قد تكون اقتربت من التنفيذ. للمرة الثانية في غضون أسبوع تبحر السفن الدنماركية والنرويجية تجاه مرفأ اللاذقية. الأسطول المكلف نقل مئات الأطنان من المواد الكيميائية يضم سفينتين حربيتين واثنتين للشحن. فريقه أمضى الأيام الأخيرة في التدريب استعدادا لإتمام المهمة. ما فعلناه منذ 19 من الشهر الماضي هو محاولة الحفاظ على المهارات اللازمة لتنفيذ العملية. هدف التدريبات هو اختبار المعدات الشخصية مثل أقنعة الغاز والتأكد من أنها جاهزة للاستخدام. الأسطول الدنماركي النرويجي كان قد أبحر مرة أولى قبل أيام تجاه سوريا، لكن مخزون المواد الكيميائية لم يبلغ اللاذقية لأسباب مناخية ومخاوف أمنية. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحدد متى تصبح المواد جاهزة لنقلها من المرفأ، لكن وفق المخطط يفترض شحنها على متن الأسطول إلى إيطاليا، فيما يتولى الطراد الروسي بطرس الأكبر وفرقاطة يانتشانغ الصينية تأمين العملية. توازيا مع ذلك تنطلق سفينة كيبري الأمريكية بعد أسبوعين باتجاه إيطاليا، حيث تنقل إليها الشحنات لإبطال مفعولها في المياه الدولية. المهمة قابلة للتنفيذ ضمن فترة 45 يوما في ظروف مثالية، لكن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أن تستمر 90 يوما بناء على الظروف المناخية. سياسيا، جدد المجلس الوطني المعارض رفض مشاركته في مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة في سوريا. عضو المجلس سمير النشار أوضح أن الائتلاف لا يرى داعيا للمشاركة في مؤتمر جنيف، وأضاف أن موقف المجلس جاء بعد لقاءات مع بعثات تمثل مجموعة أصدقاء سوريا ومع المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن وزارة الخارجية الروسية. في طرابلس شمال لبنان نظم عدد من الشباب اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتبة السائح بعد أن أحرقها مجهولون ليلة أمس. المكتبة يملكها كاهن رعية طرابلس الأرثوذكسية الأب إبراهيم سروج، أتى ذلك بعد تلقيه تهديدات على خلفية اتهامه بإصدار بيان يسيء للنبي محمد، الأمر الذي نفاه. جدد المجلس الوطني المعارض رفض مشاركته في مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة في سوريا. عضو المجلس سمير النشار أوضح أن الائتلاف لا يرى داعيا للمشاركة في مؤتمر جنيف، وأضاف أن موقف المجلس جاء بعد لقاءات مع بعثات تمثل مجموعة أصدقاء سوريا ومع المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن وزارة الخارجية الروسية. وفيما قوى الائتلاف تتناقض حول قرار المشاركة في جنيف 2، أعلنت 4 أحزاب كردية سورية قرارها الاندماج في حزب سيحمل اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري. وقد شكك حزب الرئيس العراقي جلال طالباني بنجاح هذه الخطوة مع غياب حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني بزعامة صالح مسلم. الخلافات الكردية تتنامى في البيت السوري، توتر ازداد حدة مع قيام حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري بزعامة صالح مسلم باعتقال العشرات من كوادر الأحزاب الأخرى وفق رواية الديمقراطي الكردي السوري. الاتحاد الديمقراطي الكردستاني اعتقل كوادرنا في سوريا، نحن نطالبه بالإفراج عنهم وفق الاتفاقية الموقعة بيننا. سبب ارتفاع حدة التوتر قرار 4 أحزاب من كردية سورية الاندماج تحت اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري برعاية إقليم كردستان العراق. أحزاب آزادي بجناحيه والحزب الديمقراطي الكردي أو ما يعرف بالبارتي وحزب الوحدة الديمقراطي الكردية، والهدف الحد من سلطة البي واي دي الذي يمثل الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركية. نطالب بدولة سورية اتحادية
يعني فدرالية ديمقراطية علمانية. لا أتصور بأن هذه الاتحادات قد تنجح من دون الطرف الرئيسي وهو حزب البيادة. الآن المنطقة يعني يسيطر على معظمها حزب البيادة، لذلك يجب أن يكون أحد الأطراف الأساسية في هذا الاتحاد. جنيف 2 على الأبواب. برامج الأحزاب السياسية الكردية تتضارب مجددا فيما بينها في تحديد دورها لما يراه كل منها مصلحة لمستقبل الأكراد في ظل اختلاف ولاءاتها، فمنها من يقترب من إقليم كردستان العراق، وأخرى مرادفة للقيادة الكردية التركية، خلافات قد تهدد السلم الأهلي الكردي في سوريا. ويرى مراقبون أن تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري وإن كان سيختزل عدد الأحزاب الكردية، إلا أنه يكشف عن حجم الخلاف الكردي الكردي في الخطاب والمواقف أزاء التطورات في سوريا. محمد كريم أربيل، الميادين. وزير الكهرباء عماد خميس يتفقد مكان التفجير الإرهابي الذي استهدف خط الغاز المغذي لمحطة توليد تشرين والمنطقة الجنوبية في منطقة وديان الربيع قرب قرية الهيجان بريف دمشق، يرافقه محافظ ريف دمشق. وكان الوزير خميس قد أكد بدء عودة التيار الكهربائي للمنطقة الجنوبية بعد أن قامت ورشات الصيانة والإصلاح بتأمين مصادر طاقة بديلة مؤقتة تصل إلى نحو 50% لحين استكمال عملية الإصلاح خلال الساعات القادمة، بعد قيام إرهابيين باستهداف خط الغاز العربي في منطقة البيطرية بريف دمشق. مستمرون في نشر ثقافة النور والضياء، ومستمرون في بناء سوريا. هذا ما أكد عليه وزير الكهرباء عماد خميس أثناء تفقده مكان التفجير الإرهابي الذي استهدف خط الغاز المغذي لمحطة توليد تشرين والمنطقة الجنوبية في منطقة وديان الربيع قرب قرية الهيجانة بريف دمشق، حيث رافقه محافظ ريف دمشق حسين مخلوف. التفجير الإرهابي استهدف خطا لنقل الغاز يغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية في دمشق والمنطقة الجنوبية، ما أدى لنشوب حريق كبير تسبب في انهيار 4 أبراج للتوتر العالي وانقطاع لخطوط نقل الكهرباء، ومؤديا لقطع التيار الكهربائي عن دمشق والمنطقة الجنوبية. أضرار بمئات ملايين الليرات السورية تسبب بها التفجير الإرهابي، الهدف هو الضغط على المواطن السوري الصامد والضغط على الدولة السورية. حجم الأضرار كبير يزيد عن يعني مئات ملايين الليرات السورية، سواء على صعيد زملائنا في وزارة النفط فيما يتعلق بخط الغاز أو فيما يتعلق بخطوط التوتر العالي اللي شايفينها، هي 4 خطوط توتر عالي و4 خطوط هامة حقيقة، هي لها دور كبير في الشبكة السورية وفي تغذية المنطقة الجنوبية. عدد من الأبراج انهارت بفعل حجم النيران اللي ظهرت من احتراق كميات الغاز، إضافة إلى تقطع النواقل لباقي الخطوط. ونحن بشكل مباشر مثل ما شفتوا ورشاتنا عنا عدد كبير من العاملين توجهوا مباشرة للعمل ويمارسوا عملهم بجدية وبمسؤولية عالية. دورنا ربما يكون من خلال وحداتنا الإدارية الموجودة بقرب موقع التخريب بالبيطارية، دائما وأبدا بيبلغونا بعد ثواني من وقوع أي حادث التخريب، وبدورنا أيضا نتواصل مع السيد وزير الكهرباء والسيد وزير النفط، ومنأمن الدعم السريع واللوجستي لقطع صمام الغاز والمساهمة بسيارات إطفاء في حال الحاجة لذلك. ورشات الصيانة التي باشرت فورا بإصلاح الأعطال أخمدت الحريق وبدأت بأعمال إعادة التأهيل بعد تأمين مصادر بديلة لتغذية المحطات بالغاز بتعاون وتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري الذي أمن الحماية أثناء العمل. اللهيب النار هذا حرق، أدى إلى حرق الأبراج التوتر العالي وحرق النواقل، وتقطعت النواقل نتيجة الاحتراق والحرارة تقطعت وصار عليها ضغوطات أدت إلى انهيار الأبراج اللي بالبرج اللي بعد هذا البرج. كم يوم متوقعين تخلصوا إن شاء الله؟ إن شاء الله خلال الأسبوع أو 3-4 أيام نرجع لكل الخطوط الموجودة بالموقع إلى الخدمة إن شاء الله. هي سياسة الإرهاب الأعمى الذي يستهدف الشعب السوري والدولة السورية بتخريب كل ما يمس حياة المواطن ومعيشته، سياسة لا تعبر إلا عن إفلاس مؤكد وهزيمة محققة على أرض الميدان. وكان إرهابيون قد استهدفوا أيضا خط الغاز المغذي لمحطة بانياس لتوليد الطاقة الكهربائية في بلدة الزارة بريف حمص، ما أدى إلى انخفاض كمية الغاز اللازمة لتشغيل المحطة وبالتالي انخفاض قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى نحو 50%. وقد بدأت ورشات الإصلاح على الفور عمليات صيانة خطوط الغاز والتوتر العالي.
مرة أخرى أنابيب نقل النفط هدف للجماعات الإرهابية المسلحة التي لم تتوانى يوما عن تخريب الممتلكات الخاصة والعامة وعلى رأسها كل ما يتعلق بيوميات المواطن السوري وحاجياته الأساسية. نحن نقف الآن عند مدخل قرية الزارة تحديدا عند جسر الزارة. هذه المنطقة شهدت بالأمس اعتداء من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة تمثل في التعدي على أنبوب النفط الذي يصل إلى مصفات بانياس. الاعتداء حصل شرق قرية الزارة عند مزارع دغمان. في الصورة أمامنا تظهر هذه الأراضي الزراعية وهي نقطة التماس المباشر بين أماكن تمركز الجيش العربي السوري عند جسر الزارة وأماكن تموضع المسلحين داخل القرية. ليلة أمس تسلل المسلحون إلى هذه النقطة المزروعة بأشجار الزيتون والتي يمر أنبوب النفط من تحتها، وقاموا بالحفر وزرع العبوات الناسفة التي استهدفوا خط النفط من خلالها. أنبوب النفط المستهدف هو خط نقل الغاز من حمص إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية في بانياس، ويمر هذا الخط عبر الكثير من الأراضي الزراعية، وتعتبر الزارة والحصن من المناطق الخطرة لأنها أماكن لا تزال تشهد اشتباكات وتواجد للجماعات الإرهابية المسلحة. وقوع نقطة التفجير في منطقة يسيطر عليها المسلحون قد يؤخر قليلا أعمال الصيانة، لكن اتخذت على الفور التدابير الأولية للحد من تسرب كميات كبيرة من مادة الغاز ريثما يتم العمل على إصلاح كافة الأضرار. كما هي العادة بعد كل هزيمة للجماعات الإرهابية المسلحة على أيدي أبطال الجيش العربي السوري يأتي ردهم باستهداف المواطنين بممتلكاتهم العامة والخاصة، والتي كان آخرها استهداف خط النفط في منطقة الزارة. من منطقة الزارة في ريف تل كلخ، أحمد العاقل، قناة سما الفضائية. قضت وحدة عسكرية على الإرهابي سامر طه الملقب بأبو حمدو، متزاعم ما يسمى لواء النصرة التابع لجبهة النصرة في بلدة تلبيسة بريف حمص الشمالي. في هذا الوقت وفيما أغلقت السلطات التركية معبر تل أبيض الحدودي حتى أشعار آخر بعد الاشتباكات المحتدمة بين مسلحي ما سميتا داعش وأحرار الشام، ارتفعت حدة الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية في ريفي حلب والحسكة وفي محافظة إدلب. تنظيم داعش الإرهابي أعدم متزعم ما يسمى لواء التوحيد والجهاد والمسمى رئيس المجلس العسكري لمحافظة الحسكة حافظ الجريان بعد اعتقاله بساعات في محيط بلدة تل حميس في ريف القامشلي. إلى أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية. تصدت وحدات عسكرية لمحاولة إرهابيين الاعتداء على الأهالي في حيي العامرية والسيد علي، ودمرت عددا من أوكار المجموعات الإرهابية المسلحة بما فيها من أسلحة وذخيرة في أحياء وقرى وبلدات بحلب. وذكر مصدر عسكري لمراسلة سما أن وحدات من الجيش أوقعت أعدادا من القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين في كويرس وعربيد ورسم العبود وقسقيص ومحيط سجن حلب المركزي في عمليات نوعية ضد أوكارهم وتجمعاتهم. ولفت المصدر إلى أنه تم تدمير سيارات وآليات للإرهابيين بما فيها من أسلحة وذخيرة، والقضاء على جميع من بداخلها في قرى وبلدات معارة الأرتيق والمنصورة وماير وحيلان. وفي مدينة حلب اشتبكت وحدات عسكرية مع مجموعتين إرهابيتين مسلحتين حاول أفرادهما التسلل والاعتداء على أهالي حيي السيد علي والعامرية، وأوقعت العديد من القتلى بينهم. إلى ذلك قضت وحدات من الجيش على مجموعات إرهابية مسلحة في أحياء الزبدية وقاضي عسكر والجزماتي، ودمرت ذخيرتها واعتادها. وسط مدينة الحسكة زرع إرهابيون عبوتين ناسفتين موصولتين ببعضهما البعض، زينة الواحدة 20 كيلوغراما. وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري قامت بتفكيكهما. إن كبر حجمها أو صغر تبقى تزرع الموت ما إن يأخذ الصاعق شرارة التفجير. في هذا الشارع السكني وبالقرب من ثانوية غرناطة للبنات وسط مدينة الحسكة كانت عبوات الإرهاب. بعد ورود اتصال من أحد الأهالي في مدينة الحسكة في وسط المدينة، تم علمنا بوجود عبو ناسف في وسط الحي. قمنا بتلبية النداء والذهاب إلى المنطقة،
وتفكيك عبوتين نصفتين مادة تي ان تي، وزن العبوتين 40 كيلو مجهزة للتفجير عن بعد. يا مستقصدين المدرسة، مستقصدين الحي هون، يعني المنطقة هون كلياتها منطقة مسالمة، منطقة متآمنة، منطقة مثل ما تقول عم توزع فيها معونات، عم نضحي كرمال هالشعب الفقير، هاللاجئين، هالمهجرين، عم نعمل، عم نلم تبرعات، عم نساعد العالم. أدوات إجرامهم تعددت لكن هدفها واحد، هو قتل ما أمكن، ولغة الدم هي هويتهم التي اعتادوا على استخدامها في بلد اعتاد العيش بسلام. أحبطت قوات حرس الحدود السورية محاولة إرهابيين التسلل من الأراضي اللبنانية إلى ريف تلكلخ عبر موقعي المتهومة وإدلين، وأوقعت العديد منهم قتلى، وذلك بالتعاون مع وحدات عسكرية سورية متعددة المهام. وإلى ريف حماة وبالتحديد قرية ربيع التي شيعت شهداءها الذين طالتهم صواريخ الإرهاب. عجن صلصاله حجر ودم في حطام من هذا المكان، موت عبر بصواريخ سقطت فأردت الساكنين في بيوتهم شهداء، وجلهم نساء أخذن الأمومة درب الوجود، وأطفال يتحضرون ليوم أو لغد لم يحل فقضي الأمر موتا. استشهدوا الأطفال، استشهدت مرة، يعني لو ما لحقنا، ما عنا حدا يسعفهم، ما عنا حدا، في الظلم فيه كثير، بس ما عنا مشفى، ما عنا قاعدة، ضل ينزقوا لماتوا لو وصلناهم على المشفى. صحية ما عنا، نحنا مشفى ما عنا، ليش؟ لعن نحنا مسافة بتبعد عنا 20 كيلو متر، 40 كيلو، حما 20 كيلو. الطفل الأول وقت اللي اجى الصاروخ عليه، طفل فيه روح، ما بين ما أخدوها على المستوصف، وما في علاج بالمستوصف، ما في آلات، كل آلاتنا بدائية، ما وصلوا زوجي على المشفى بمصياف 40 كيلومتر، وما كان مستشهد، طفل بيكون ابن عمي. ما لحقنا نسافر يا أخي. ليش عمارون؟ واحد عمره 3 سنين وواحد 4 سنين ونص يا أخي، على الباب هنان وخي، ما لحقنا نسافر يا أخي، والله العظيم شو بدي أقول. الحمد لله. ومجددا يدفع آمن ضريبة إرهاب أثقل المكوث، وهنا يدفعون ضريبة بقائهم، وربما يكون لغياب خدمات نصيب من آلامهم. نحن نطلب من سيادة مشفى، نطلب شيء صبنا، بس بس يعني إذا صابت أولادنا لينظر المجتمع الدولي وحقوق الإنسان إلى ما يفعلونه، لأن الإرهاب لا لون له ولا دين. هؤلاء الآمنين القاطنين في مساكنهم تأتيهم الصواريخ والتفجيرات ومن أصقاع الدنيا. تأن هي ويتجاسر هو في ربيع بريف حما، إرهاب ضرب القرية فزاد من شح أفقر الحال، نعوش تغادر على عجل فتبقى الذكرى، وصبر ملحه يقين بين جندي وبين عجوز يورث لحفيده بأن النصر للصابرين، يقولون هكذا هنا ثم يوصونك بأن أحدث. في سلسلة عمليات ضد أوكارهم في عدر البلد ودومة والمليحة والحجر الأسود والزبداني وحيي جوبر والقابون، موفدنا نبراس مجركش معنا عبر الهاتف ليضعنا في صورة المستجدات. نبراس، ما الجديد لديك؟ نعم، عمليات عسكرية ما زالت مستمرة في مناطق عدة من ريف العاصمة وكذلك في أطراف دمشق. ففي القابون استهدفت عدة تحركات وتحصينات للمجموعات الإرهابية المسلحة، وذلك وأيضا في محيط مجمع القدم الصناعي وجولة الشريباتي. اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين وتصدي لمحاولات تسلل للمجموعات المسلحة واستهداف أيضا عدة تحركات في الحجر.
الأسود وأيضا في المنطقة الواقعة ما بين العسالي والحجر الأسود، أيضا في دوما وعدرا البلد وبالقرب من محطة وقود الباز وجنوب معمل السكر وشرق شركة المرسيدس. استهدفت قوات الجيش العربي السوري العديد من تحركات وتحصينات المجموعات الإرهابية المسلحة، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفراد تلك المجموعات والتي يتبع معظمها لما يطلقون على نفسهم جيش الإسلام. أيضا في محاولة تسلل لإحدى المجموعات الإرهابية للحي الغربي بمنطقة الكسوة تم التصدي لها من قبل الدفاع الوطني، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين. شرق دارية أيضا شهدت اشتباكات عنيفة وترافقها استهداف لتحصينات المجموعات المسلحة ومحاولة تسلل أيضا من وادي عين ترمى باتجاه الدخانية وتصدي من قبل قوات الجيش العربي السوري مع الدفاع الوطني لتلك المحاولة، واشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين خلال الساعات الماضية. أيضا في عمق الغوطة الشرقية وتحديدا في بساتين المليحة وأطراف بيت سحم تم استهداف العديد من تحركات المجموعات المسلحة وتقدم للجيش العربي السوري باتجاه بلدة ببيلة. هذا ما سجل اليوم ميدانيا في ريف دمشق. شكرا لك براسم جركش موفدنا إلى ريف دمشق. هل تغيرت تقديرات الاستخبارات الأمريكية؟ سؤال توجهت به صحيفة يدعوت أحرنوت إلى مصادر في البيت الأبيض، أكدت أن التقديرات السائدة حاليا لدى الإدارة الأمريكية تشير إلى عكس التقديرات السابقة، وترجح الاستخبارات الأمريكية حاليا أن يد الرئيس الأسد هي العليا. وحسب الصحيفة فإن هذه التقديرات تتعارض بشكل كبير مع الصورة التي تشكلت وراجت في الماضي، حيث كان التقدير لدى البنتاغون بأن أيام الأسد في السلطة ستكون معدودة. تسعى روسيا لمشاركة إيران في المؤتمر الدولي حول سوريا والمزمع عقده في 22 من الجاري في جنيف. سعي روسيا هذا تؤيده الأمم المتحدة والدول الأوروبية وتركيا، فيما يختلف موقف أمريكا من مشاركة إيران. وحول ذلك الخلاف لقاء مرتقب لوزير الخارجية الروسي والأمريكي في باريس في 13 من الشهر الجاري. تجاذبات دولية بين مؤيد ورافض لمشاركة إيران مؤتمر جنيف 2 المرتقب والمقرر عقده في 22 من كانون الثاني الجاري. فروسيا تصر على حضور إيران باعتبارها لاعبا إقليميا مهما في المنطقة، حيث كان جنادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي صرح في فيينا في 19 من الشهر الماضي أن تنفيذ كل القرارات التي قد تصدر عن مؤتمر جنيف أمر صعب دون مشاركة إيران، وتوافقنا في رأينا الأمم المتحدة وسائر الدول الأخرى بما فيها الدول الأوروبية وتركيا، ويختلف موقف الأمريكيين للأسف وسنواصل الحوار معهم. ومن هذا المنطلق يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري في باريس في 13 من الشهر الجاري لبحث هذا الموضوع. وأيضا من المنتظر أن يعرض كيري أمام لافروف نتائج اجتماعات الطرف الأمريكي مع الممثلين عن المعارضة السورية والتي نوقش فيها موضوع مشاركة المعارضة السورية في جنيف 2 بحسب مصادر دبلوماسية. الأمم المتحدة تعول على هذا اللقاء بحسب مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن يتم التوصل لقرار بشأن مشاركة إيران في جنيف 2 والتي يعتبرها بان كي مون مؤثرا إيجابيا على نتائج المؤتمر. دعوات مؤجلة فقد كان مقررا إرسالها قبل نهاية العام الماضي بحسب ما أعلن بان كي مون في 23 من ديسمبر كانون الأول الماضي، لكن هذا لم يحصل لأن المعارضة السورية لم تقدم وفدها ولم يتم حسم مشاركة إيران في المؤتمر. 26 دولة تقررت مشاركتها في المؤتمر، إلا أنه لم يتم الاتفاق على مشاركة إيران بحسب ما أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في جنيف في 20 من ديسمبر كانون الأول الماضي. العد العكسي لتاريخ المؤتمر بدأ، ويبقى السؤال: هل سيعقد جنيف 2 دون مشاركة إيران؟ سؤال تكشفه الأيام القليلة القادمة. وإلى أخبار الاقتصاد مع شارلوت، تفضل. شكرا نزار، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار الاقتصاد، ولكن بعد هذا الفاصل.
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن الوزارة تملك القدرة على تطبيق قانون التموين والجودة في حال صدوره، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد هو عبارة عن دمج جميع القوانين السابقة الخاصة بحماية المستهلك بقانون واحد من أجل ضبط الأسعار أكثر. وأكد شعيب أنه سيتم التعامل بروح القانون وليس في نصوصه فقط، وذلك وفق حجم المخالفة، كما سيتم التركيز على جودة المواد الغذائية، وليتم التهاون مع مخالفة المواد الغذائية والتلاعب بها، وسيتم إنزال أشد العقوبات حيال المخالفين فيها كونه يلحق ضررا ماديا وصحيا بالمستهلك. بحث وزير الصحة سعد النايف مع مسؤول في منظمة الصحة العالمية بجنيف كريستوفر ماهر استجابة وزارة الصحة لمنع انتشار شلل الأطفال وواقع حملات التلقيح الوطنية. وكانت مديرة برنامج التلقيح الوطني نضال أبو رشيد أكدت أن وزارة الصحة استكملت مستلزمات حملة جديدة من التلقيح ضد فيروس شلل الأطفال التي من المقرر أن تنطلق غدا الأحد في المحافظات كافة. وأشارت إلى أن الوزارة أمنت وصول اللقاح وفق الشروط الصحية عبر السيارات المبردة، وفي حال تعذر ذلك برا سيتم إرسال اللقاح جوا، مضيفة أنه تم إعطاء مديريات الصحة أجهزة التبريد اللازمة لحفظ اللقاح بشكل آمن. الفوترة خطوة من شأنها ضمان حق المواطن بسلعة ذات جودة وبسعر محدد لا يحدده مزاج البائع أو المستورد. ابتداء من المستورد مرورا ببائع الجملة والموزع وانتهاء بالمحلات التجارية حتى تصل إلى يد المستهلك، كانت هذه الآراء. هل أنا كتاجر بتمنى أنه يكون في نظام فوترة ومطبع على الكل، وما يعني يكونوا رابطين من كل الجهات بحيث انه المستهلك يكون مستفيد بهالموضوع هذا، ونحن درجه اولى بهمنا هو المستهلك. فوتر اذا كان فواتير نظاميه افضل، كل شيء نظامي افضل، ما يكون ما بصير تلاعب بالموضوع. هذا الشيء بيخفف من غلاء الاسعار والغش تبع التجار والمحلات وهيك. يعني اساس التموين اللي كانت عم تعالجه هيك، هلا شلون بدها تعالجه الماليه؟ باي طريقه؟ شو الطريقه اللي بتعالج فيه؟ شغلة الفواتير صعب كتير لأنه في منتجين ما عندهم لا سجل تجاري ولا عندهم إنتاج يعطوا كيف فاتورة، يعني منتجين صغار. هالمنتج صغير مات إذا عملنا فاتورة، ما عنده مشال قدم شيء. تحرير الأسعار هو بكل شيء مفروض يكون تحرير الأسعار. كل واحد بحط سعر حسب ضغطه، واحد بحط 100 ليرة، واحد بحط 150، واحد بحط 200. كل شيء الأغلى هو الأحسن معروف يعني، والأحسن والغالي هو رخيص يعني معروف. تقول هاي تحرير الأسعار هو أفضل من كل شيء. هذا المختصر. عفوا. فواتير موجودة بالمول أو بالشركة، بدك تروح مثلا على شيء مشفى هي بتكفلك حقك، أما بالمحلات يعني عادي بتفوتي بتشتري، ما في فواتير أبدا. في ظل تحقيق بعض التجار لأرباح فاحشة على حساب المواطن، لابد من خطوة جريئة تحمي جميع الحلقات التجارية. اعتبرت وزارة المالية مؤخرا أن الفوترة هي الحل الأفضل لمعرفة أصل سعر كل سلعة، وبهذا ستحمي جميع الحلقات التجارية، أخذة بعين الاعتبار أن الاعتماد بشكل مهم في هذه المرحلة سيعتمد على الشفافية. هل سيقر التاجر في فاتورته بالسعر الحقيقي للسلعة التي باعها لتاجر مفرق؟ وهل بإمكان الجهات المعنية تطبيق نظام الفوترة والالتزام به؟ يتساءل مراقبون.